بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أبنائي الأعزاء في درس جديد من دروس مادة الرياضيات للصف الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الثاني. ما زلنا معا في الوحدة أو الفصل الثاني عشر، ودرسنا اليوم الملي لترات واللترات. أخذنا في الدروس السابقة وحدات قياس السعة غير القياسية، وتعرفنا على الكوب والملعقة، واستخدمناهما كوحدات غير قياسية، أي ليست ثابتة. اليوم نصل إلى الوحدات القياسية، أي الثابتة، الملي لترات واللترات. أقدر السعة وأقيسها بالملي لترات واللترات. اللتر والملي لتر. اللتر والملي لتر نقيس بهما السعة، ولكن ما الفرق بينهما؟ الملي لتر عبارة عن نقطة واحدة من السائل الذي نستخدمه في ملء الوعاء. السوائل كما قلنا الماء أو العصير أو الحليب أو الزيوت أو غيرها من تلك السوائل. النقطة الواحدة فقط من هذا السائل الذي نستخدمه في ملء الوعاء نسميها ملي لتر. الملي لتر عبارة عن نقطة واحدة. أما اللتر فهو ألف نقطة، أي اللتر يساوي ألف ملي لتر. لكي أكمل اللتر أحتاج إلى ألف نقطة أو ألف ملي لتر. أستعمل وحدتي القياس اللتر والملي لتر لأقدر السعة. هذه القارورة تتسع إلى لتر واحد من الماء تقريبا، بينما هذه القطارة تحتوي على واحد ملي لتر تقريبا. هذه القطارة بها نقطة واحدة من الماء، بينما هذه القارورة فيها ألف نقطة من الماء. لذلك سعة هذه القارورة لتر، أي ألف نقطة، بينما سعة هذه القطارة ملي لتر واحد، أي نقطة واحدة. بهذا يتضح الفرق بين اللتر والملي لتر. أتأكدوا، أحوط الوحدة المناسبة لتر أو ملي لتر لأقدر السعة. سيظهر أمامي الآن بعض الآنية أو الأوعية التي أحتاج لقياسها، فهل سأستخدم اللتر أم الملي لتر؟ إذا رأيت الوعاء كبيراً فسوف نستخدم اللتر، أما إذا رأينا الوعاء صغيرا فسوف نستخدم الملي لتر. أمامنا الآن وعاء به بوية، سعتها كم أو بأي وحدة نستخدم لكي نقيس سعة هذا الإناء؟ ما الوحدة التي سنستخدمها؟ هل الملي لتر أم اللتر؟ هل هذا الوعاء يحمل ملي لترات قليلة أم لترات أو أكثر؟ إذا رأينا الوعاء كبيرا بكل تأكيد سوف نستخدم اللتر، لكن الملعقة التي أمامنا الآن برأيكم ما الوحدة التي سنستخدمها لقياس السعة في هذه الملعقة؟ حجم الملعقة صغير، الكمية التي تحملها الملعقة صغيرة، ولذلك لن نستخدم اللتر مثل ما استخدمناها هنا، ولكننا سوف نستخدم الملي لتر. إذا كان الإناء كبيرا سوف نستخدم اللتر، أما إذا كان الإناء صغيرا سوف نستخدم الملي لتر. أحوط الوحدة المناسبة لتر أم ملي لتر لأقدر السعة. علبة العصير التي أمامي بها أحجام كثيرة، منها ما يستوعب ملي لترات ومنها ما يستوعب اللترات، فهناك عبوات تحمل 250 ملي لتر أو 330 ملي لتر، وهناك عبوات من هذه العبوات أيضا تحمل لترا، وهناك عبوات تحمل لترين. سنفترض أن هذه العبوة من العبوات الكبيرة، ولذلك سوف نستخدم معها الملي لتر أم اللتر؟ اللتر إذا كانت من العبوات
الكبيرة. أما إذا كانت من عبوات الصغيرة فسوف نستخدم معها المليلتر لقياسها. أتحدث، هل يتسع حوض المغسلة إلى أكثر أو أقل من لتر من الماء؟ أكيد حوض المغسلة سعته كبيرة، ولذلك فسوف يتسع لأكثر من 1 لتر، فقارورة الماء تتسع 1 لتر تقريبا. من الواضح أيضا أن المغسلة سوف تتسع لأكثر من قارورة ماء، إذن حوض المغسلة سوف يتسع للترات كثيرة. أحوط الوحدة المناسبة لتر أم ملي لتر لأقدر السعة. أمامنا هذا الحوض، حوض أسماك زينة، برأيكم الكمية التي يحملها أو يتحملها هذا الإناء كبيرة أم صغيرة؟ طبعا سوف تكون كبيرة، لن تقل عن لتر بأي حال من الأحوال، لذلك أستخدم اللتر أم أستخدم الملي لتر؟ أحسنتم، الإناء الكبير أو الوعاء الكبير سوف أستخدم معه اللتر. أيضا هذا الحوض لكي نعبئه أو نملأه، هل نحتاج في تعبئته اللتر أم الملي لتر، أو في قياس الكمية التي به إلى اللتر أم الملي لتر؟ بطبيعة الحال إذا أحضرنا هذا الشيء في الحقيقة فسوف نجد أنه يحمل كمية كبيرة من الماء، إذن فسوف نستخدم اللتر. أحوط الوحدة المناسبة لتر أم ملي لتر لأقدر السعة. علبة العصير الصغيرة هذه سوف نجد مكتوب عليها 250 ملي لتر تقريبا، لذلك فلن تصل إلى اللتر، ولذلك سوف أستخدم معها الملي لتر. أحسنتم، فنجان القهوة برأيكم هل يتسع للتر من القهوة أم لأقل؟ إذا كان أقل فإننا سوف نستخدم الملي لتر. ممتاز. مسائل مهارات التفكير العليا، احتاجت هندو 6 كؤوس لإفراغ لتر واحد من العصير. إذن هند معها لتر من العصير، تحتاج إلى 6 كؤوس كي تفرغ هذا اللتر. كم كأسا تلزمها لإفراغ 3 لترات من العصير؟ كما قلنا اللتر الواحد فقط احتاج إلى كم كأس؟ إلى 6. إذن فاللتران سوف يحتاجان إلى 12. أحسنتم، و3 لترات سوف يحتاجان إلى 18. أحسنتم، إذن كل لتر يحتاج إلى 6، فاللتر الأول 6، واللتر الثاني سوف يحتاج إلى 6 كؤوس أيضا، أما اللتر الثالث فسوف يحتاج أيضا إلى 6 كؤوس. لو جمعنا تلك الكؤوس لوجدناها 18 كأسا. إذن 3 لترات التي معهن وتحتاج لإفراغها سوف تحتاج إلى 18 كأسا. كيف استطعنا حل هذه المسألة؟ جمعنا عدد 6 كؤوس 3 مرات لأنها 3 لترات. أحسن، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا، على أمل اللقاء بكم في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.